قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم في اللغة العربية تأتي على نوعين، تكون في النوع الأول استفهامية، في النوع الثاني تكون خبرية يراد منها التكثير ولا يراد منها الاستفهام. وذلك لأن كم الاستفهامية تتطلب جوابا عن سؤال عن عدد مبهم، أما كم الخبرية فإنها لا تستدعي جوابا، وهي تتفق مع كم الاستفهامية في 9 أمور وتفترق عنها في 8 أمور، وليس هذا المقام مقام ذكرها. لكن مما يميزها أن كم الخبرية لا تكون في سياق المستقبل وإنما في سياق الماضي، وذلك لأن التكثير لا يحصل إلا بشيء معلوم قد وقع، أما ما كان في المستقبل فإنه مجهول. أما كم الاستفهامية فهي تأتي للماضي وتأتي في سياق المستقبل. هذا أبرز ما يميزها حتى يفهم الفرق بين كم التي هي للاستفهام وبين كم الخبرية التي يراد منها التكثير، وإلا فالفروق تصل إلى 8.